قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله. ولهذا تقدم معنا أن الكتاب العزيز هو كتاب التزكية، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. وهذه من النعم، المسلم المستمسك بدينه إذا جنحت نفسه إلى شيء من المعاصي يجد في قلبه ماذا؟ يجد نفرة، يجد انقباضا، لكنه إذا استمر المعصية وانغمس فيها تبلد هذا الإحساس وتعطل هذا الواعظ في نفسه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن هناك أبواب كثيرة، وهذه الأبواب ليس عليها أقفال وكوالين وتحتاج إلى وقت لتفتح ويدخل، وإنما عليها ستور مرخاة، وأنت تعلم أن الباب الذي عليه ستارة لا يأخذ وقت في الدخول، الداخل يلمسه بطرف كتفه ويدخل. فإذا الانحراف والانزلاق إلى خارج الصراط من هذه الأبواب أمر خطر، ولهذا يحتاج العبد الذي يهمه أمر زكاة نفسه أن يحذر من هذه المنافذ والمداخل. أرأيت إن كنت في بيتك ونافذة البيت مفتوحة، أو في سيارتك ونافذة سيارتك مفتوحة، فمررت بمكان فيه رائحة مؤذية، كيف أنك تبادر إلى إغلاق النافذة حتى لا تصل إليك الرائحة؟ سلامة الدين أهم، وإغلاق المنافذ التي تعطب الدين وتفسده أهم، وصيانته أولى ورعايته مقدمة